شوشة وما أدراك ما شوشة، مدينة ذات أهمية استراتيجية كبرى لدولة أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة. شوشة واحد من أهم المراكز الثقافية لأذربيجان، ليس فقط هذا، فالموقع الاستراتيجي لشوشة لا يقل أهمية إن لم يزد على أهميتها الثقافية. شوشة شبيهة بالجولان بالنسبة لسوريا، فهي تقع على مرتفع يطل على عاصمة الإقليم استيبانا كيرت، واحد من الأقاليم الثلاثة اللي تحرروا من الاحتلال الأرميني. كما إن شوشة بعد تحريرها تقطع طريق الإمداد الرئيسي الرابط بين مدينة غوريس الأرمينية واستيبانا كيرت المحررة، واللي قام الاحتلال الأرميني بتحويل مساجدها إلى حظائر للخنازير. أعز الله قدركم. لارمز مسجدlerimiz türbelerimiz bu formada dağıdılıp ama buranı göstermekte size esas maksadımız ve gördüğünüz kimi dini ve abidede Allah'ın evinde bak bu kaydada bunların donuz yığmalarıdır. Donuzları böyle burada saklıyorlar. Gördüğünüz kimi Allah'ın evinde mescitte donuz saklıyorlar. Məscidin ətrafında dini kompleks çoxdur. Mən hal-hazırda indi gedirəm harda ki tövlədə, yəni tövlə olaraq istifadə ediblər. Donuzları harda saxlayıblar, həmin yerdə sizə göstərəcəm. لماذا أذكر لك تلك المعلومات عن شوشة؟ بعد 25 سنة من الاحتلال الأرميني تعود المحافظات الثلاثة الأهم إلى أذربيجان. بعد ربع قرن من الزمان من طمس المساجد وتحويلها إلى حظائر للخنازير، بعد ربع قرن يرفع الأذان مرة أخرى في شوشة، يرفعه جندي أذربيجاني مسلم، والفرحة والفخر واليقين يملأان قلبه. يوما قريبا سنعود، كونوا على يقين. الله غالب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.